فاصوليا فاصوليا يا تبدا فانا حلب انا قلت انا قلت ان خسرتهم اليوم ابدا اقطع معي علاقتي معك مهنيا واعلاميا وشخصيا اقطع سويت شيء اسامه اخي فاصوليا ايش سويت فاصوليا وعاقبني ومعنا يطلب دقائق زياده معنا يطلب دقائق بعد فاصوليا يعني والله العظيم يعني الشيء هذا انا ما ادري المشكله وين اني انا اعجبت المشكله تدري ويني المشكله في بعد المسافات يعني يعني حتى ذا الحين مع انك بعد قلت ان تقطع السلام والكلام حتى اخوي بارفين سحب عليك لا والله اقول يعني انت ليه سلمتني الامور كلها لا المفروض انت اللي استلمتها مني ها انا جالسين طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين جالسين يحطون اللوم جالسين يحطون اللوم على كل واحد منهم هذا يحط اللوم عليه وهذا يحط اللوم اما انا وليد بيض الله وجه وليد والله لا انا وليد من يوم شفته يا فغص هذا قلت الله لا يجعلني برق الحين انت فرمتها وليد والله هو مفروم جاهز لا انا مفروم جاهز فرمي ما هو بكذا يوم الله الله طيب وليد نواف